لب المشكلة أن أسعار النفط لن تعود إلى الارتفاع بهذه السرعة حاليا ولا خلال السنوات القادمة لسببين. الأول أن العراق تريد زيادة إنتاجها والعودة إلى حصص إنتاج 5 مليون برميل، وكذلك إيران إلى حصص 4 مليون برميل، ومع توقيع الاتفاق النووي مع إيران تصبح هذه الفرصة مفتوحة. هناك أيضا سبب آخر وهي عودة الإنتاج الليبي لاحقا ربما، لأن الآن الإنتاج الليبي أقل من النصف، مع عودته أيضا ستصبح التخمة النفطية أقوى في الأسواق، سيحصل العرض النفطي. حاليا يوجد 3 ملايين برميل أكثر من الطلب بسبب الركود العالمي. النقطة الأساسية التي تواجه السعودية الآن، التحدي الأكبر، هو كيف تقوم بإصلاحات اقتصادية. مثل ما ذكر الدكتور وليد، الإصلاحات الاقتصادية هي المنقذ شبه الوحيد للسعودية بعد 3 سنوات، وعليها أن تبدأ من الآن، لأن الاقتصاد السعودي رغم نظام البنك القوي، رغم الإمكانات المالية الكبيرة، لم يستطع حتى الآن أن يخرج من دائرة الارتباط الكبير بالنفط، القطاع النفطي. نعم. بالقطاع النفطي. التنوع حتى مشروع السعودة أو سوق العمل لم يتحقق منه أكثر من 15%. جيد، هذه النقاط أنقلها إلى السيد عبد الرحمن السلطان. هل هناك رؤية اقتصادية في السعودية من أجل الاستغناء ولو قليلا على القطاع النفطي والذهاب إلى القطاعات المنتجة الأخرى كإصلاحات اقتصادية؟ طبعا هي الإشكالية بالنسبة نعم طبعا الإشكالية بالمملكة إنه عندما تتحسن أسعار النفط يزيد الاعتماد على النفط، ويعني نتناسى كل الحديث عن تنويع مصادر الدخل، فقط نتكلم عن تنويع مصادر الدخل عندما تتراجع أسعار النفط، وهذا خطأ كبير، لأنه تنويع مصادر الدخل لا يتم بين الليلة وضحاها ولا بخلال 2 ولا 3، تحتاج إلى عقود من التخطيط والسياسات المالية الملائمة لتحقق هذا الهدف. لكن طالما أنه ما فيه لما نشوف الدول التي استطاعت أن تحمي اقتصادها من هيمنة النفط عليه، مثلا النرويج مثلا، استطاعت أن تحقق ذلك من خلال سياسات تستهدف إلى تقييد الحكومة في استخدام إيرادات النفط. مثلا في النرويج على سبيل المثال، لا يجوز للحكومة أن تسحب أكثر من 4% من موجودات صندوق التقاعد النرويجي الذي يودع فيه جميع إيرادات النفط، وبالتالي هذا يمنع النمو غير المبالغ فيه جدا في الإنفاق الحكومي. هذا لا يحدث في المملكة، لدينا معدلات نمو خيالية في الإنفاق الحكومي، معدلات عالية جدا. هذا يمنع من حدوث ارتفاع في معدلات التضخم المحلية أو ما يطلق عليها في التنمية الاقتصادية المرض الهولندي، وهو الذي في حالة ارتفاع معدلات التضخم المحلية فإنه قدرة القطاع الصناعي على النمو وزيادة دوره في الناتج المحلي الإجمالي تصير محدودة جدا، وكل قطاع يعتمد على الدعم الحكومي كما هو في المملكة الآن. قطاع يعتمد على الدعم، وبالتالي إذا لم تستطع أي دولة أن تزيد من أهمية القطاع الصناعي في اقتصادها فإنها لا تستطيع أن تنوع اقتصادها. لذلك الحقيقة أتمنى أنه التراجع الحالي في أسعار النفط أن يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، لكن بشرط أن لا نعود مرة أخرى عندما ترتفع أسعار النفط. أنا أعتقد أن الحكومة ولكن الآن أسعار النفط يبدو كثير مع التراجع الحالي لأسعار النفط. عفوا على المقاطعة دكتور، لدينا بالمملكة فقط أسعار النفط دائما مرتبطة بمنظمة أوبيك، ونعلم الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في هذه المنظمة. المنظمة منذ نهاية السنة الماضية انتهجت سياسة إغراق الأسواق بالنفط. السعودية في حد ذاتها إلى أي مدى يمكن لها أن تغير هذا الواقع، هذه السياسة داخل أوبك، على الأقل لإنقاذ نفسها؟ الحقيقة نعم، أوبك
دورها اساسا وجدت اوبك لضبط المعروض النفطي، يعني السوق النفطيه طوال تاريخها لم تكن سوقا تنافسيه، دائما هناك من يتحكم بالمعروض من النفط ابتداء من جون روكفلر في القرن التاسع عشر، ثم ستاندرد اويل، ثم الشركات السبع الكبرى، ثم اوبك. طبيعه السوق النفطيه انها لا يمكن ان تكون سوق تنافسيه، يجب ان تكون هناك تقييد لحجم المعروض النفطي. خطا كبير ارتكبت اوبك في قرارها في عدم تخفيض الانتاج. لو اوبك قررت تخفيض انتاجها، لو فقط التزمت بحجم الانتاج حسب الحصص، يعني فقط يعني اخرجوا من السوق حوالي 1,000,000 برميل من النفط الاضافي فوق الحصص الانتاجيه لاوبك البالغه حوالي 30 مليون، لحافظت الاسعار على استقرارها. لكن يبدو لي ان هناك اهداف اقتصاديه وغير اقتصاديه. طيب يعني بعض دول اوبك الدور السعودي جعلتهم يتخذون مثل هذا القرار. طيب يعني هو قرار اختياري حقيقه، الدور السعودي يعني قرار انخفاض اسعار النفط هو قرار اختياري من دول اوبك. نعم، وكان للسعوديه دور كبير في ذلك، نعلم ذلك جيدا. السيد عبد الرحمن السلطان، أتوجه إلى السيد وليد خضري. يعني الآن السؤال المطروح، يعني بما أن منظمة أوبيك وصلت إلى هذه الدرجة لعدم اتخاذ قرارات من أجل على الأقل الحفاظ على أسعار النفط، هل بقي أصلا دور لهذه المنظمة؟ طبعا ما هناك دور، يعني أوبيك الآن تنتج حوالي مثل ما تعرف 30% من الانتاج العالمي، ولا تغرق الاسواق كما قيل. انا لا اعتقد هذا صحيح. اغراق الاسواق معناه انه انتاج نفط اكثر ما يحتاجه السوق، ولا اعتقد ان اوبك تقوم بهذا، ولا ان الاسعار ستنخفض كثير اكثر من ذلك. طيب يعني انطلاقا مما قلته، هل للسعوديه، هل يمكن ان تلعب السعوديه في الوقت الحالي دورا على الاقل لرفع مستويات النفط في السوق العالميه؟ هل بات هذا الأمر بإمكان السعودية أن تقوم به وهي أكبر منتج للنفط في العالم؟ القضية ليست السعودية، القضية في الولايات المتحدة وروسيا اللذان ينتجان أكثر من السعودية. يعني المشكلة الآن بالدول العالم بالأوبك بالنفط، أنه الأوبك ينتج بشكل محدود، بينما الدول غير الأعضاء في الأوبك يعني تنتج بشكل غير محدود، يعني لا يوجد أي رادع لها. لماذا نحن يجب أن نقول دائما أنه الأوبك يجب أن تعمل ذلك؟ الأوبك تنتج فقط 30% من الإنتاج العالمي، 30 مليون برميل باليوم، من حوالي 92 مليون برميل أو 93. جيد. القضية مو أوبك، القضية أنه الإنتاج من خارج الأوبك الذي لا يوجد أي رادع له. وأيضا هذا لا، وأيضا هنا أشير النقطة اللي ذكرت بالنسبة لليبيا والعراق. يعني حتى لو عادت ليبيا قد تصل عنوان 1,600,000 برميل في اليوم، والعراق يزيد إلى 5 مليون برميل، والتعود إيران إلى 4. هذا كله يعني لا يقدر بالنسبة لما تنتج الولايات المتحدة وروسيا، هي أكثر من 10 ملايين برميل كل العمر. جيد. الدكتور أود أن أخذ رأي الدكتور محمد إبراهيم في هذه النقطة بالذات، تفضل دكتور. يعني بالنسبة لأوبك، أنا أعتقد أن يعني إمكاناتها في المستقبل ستصبح أضعف على التأثير في الأسواق بسبب تضارب مصالح الدول التي يعني تشكل أوبك. نأخذ على سبيل المثال إيران. إيران تريد زيادة حصتها كما كانت في السابق. العراق أيضا، دول أخرى ستطالب حسب عدد سكان، نيجيريا ودول أخرى. السعودية سترفض طبعا تخفيض الإنتاج حتى الآن إلى أقل من 10 مليون برميل، هذه حصتها. هذه الحصة جاءت لاحقا، يعني جاءت بسبب الأزمة العراقية سابقا والمقاطعة الإيرانية إلى آخره. السعودية متمسكة بهذا الحجم من الإنتاج، والدول الأخرى ستزيد. إيران والولايات المتحدة خارج أوبك، يبقى السؤال، الاقتصاد العالمي الآن يعاني من الركود، والطلب على النفط يعني ليس بالضرورة أنه سيرتفع بمعدلات عالية، لأن هناك الآن شيء اسمه الطاقات البديلة، يعني التكنولوجيا تتقدم بشكل سريع جدا، والتكنولوجيا الألمانية التي تصنع في الصين تطبق في الصين تكتسح الأسواق حاليا وستصبح أرخص في المستقبل. هناك أيضا الغاز، يعني نحن ننسى دائما عند الحديث عن النفط أن هناك دول لديها قدرة كبيرة جدا كروسيا وإيران والعراق أيضا على تصدير تريليونات المترات المكعبة
من الغاز إلى الدول المجاورة ودول العالم، وهذا طبعا سيؤدي إلى تخفيض الطلب على النفط في ظل الركود العالمي. لذلك أعتقد أن يعني أوبك مع الوقت ستصبح بالفعل يعني أقل قدرة على التأثير على الأسواق. لذلك أعود مرة أخرى إلى التحدي الذي يواجه ليس فقط السعودية وإن جميع الدول النفطية، لابد من تنويع مصادر الدخل، لابد من تشجيع التبادل التجاري فيما بينها باعتبارها دول متشاورة، لابد من إجراء إصلاحات اقتصادية يواكبها إصلاحات سياسية، لأن الإصلاحات الاقتصادية تحقق لبعض الوقت. سنأتي على ذكر هذه النقطة بالتفصيل، ولكن أود أن أذهب إلى السيد عبد الرحمن السلطان. يعني ضيفي من بيروت تحدث عن عاملين رئيسيين أو لاعبين رئيسيين. اللاعب الأول هو الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشهد في الحقيقة التقارب الكبير بين روسيا والسعودية. شهدنا وزير الخارجية السعودي كان موجودا بالأمس في روسيا. يعني إلى أي مدى يمكن للتعاون السياسي وكذلك التعاون العسكري الموجود بين البلدين والذي ظهر بقوة خلال الفترة القادمة أن ينتقل إلى تعاون روسي سعودي في مجال النفط مستقبلا؟ طبعا الحقيقة يعني بس أشير النقطة أنه أهمية أوبك لا تقاس بالثلاثين مليون برميل التي تنتجها، ولكن نصيبها من التجارة العالمية. يعني النصيب أوبك من 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 تجارة النفط أعلى بكثير من الدول الأخرى، لأنه مثلا والله النفط الأمريكي ولا الروسي مثلا جزء كبير منه يستهلك محليا. فلذلك أوبك سوف تكون مهمة جدا، وأهميتها تزيد الآن في مثل هذه الظروف، لأن أساسا أوبك أو أي دور لمن يحاول أن يضبط الأداء السوق النفطية هو عندما يكون هناك فائض في العرض. عندما يكون هناك عندنا فائض في الطلب لا نحتاج أوبك. يعني لو أوبك أغلقت خلال 7 أو 8 سنوات الماضية لا يهم، لكن الآن لا، السوق النفطية بحاجة إلى من يقوم بدور للحد من العرض حتى تستقر الأسعار. متى ما قررت أوبك ذلك فإن تستطيع، يعني ممكن أن تتفق دول أوبك على حصص معينة، لكن إذا استمرت الأوضاع الحالية هذه فإنها سوف تجفف التمويل للصناعة النفطية سواء داخل أوبك أو خارجها. وأنا أتوقع إذا استمر الوضع للأسعار الحالية هذه سوف تنخفض القدرة إنتاجية داخل أوبك وخارج أوبك، بحيث أنه سوف نواجه أزمة نفطية خلال سنوات قليلة، وسوف ترتفع الأسعار بشكل كبير، ثم تعود دوام مرة أخرى، يزود العرض ثم تنهار الأسواق مرة الأسعار مرة أخرى وما إلى ذلك. وذلك دور أوبك هو المحافظة على الاستقرار، وذلك دورها حيوي. طبعا أوبك متى ما قرر، إلى الآن أوبك حقيقة لم تقرر أن تحافظ على استقرار السوق النفطية، لم تقرر أنها ترغب في استقرار الأسعار. وهناك من يقول إن السعودية وهناك من يقول إن السعودية تضغط على دول أوبك لعدم الذهاب في قرار لتخفيض الإنتاج. هذا الوضع الحالي الآن لم تتخذ أوبك أي قرار. يعني حتى ما نلمس الآن من تصريحات مسؤولين أوبك، مثل تصريحات مثل المسؤول في المملكة ودول الخليج، أي امتعاض من الوضع الحالي لأسعار النفط، لأنهم راضين عن الأداء. متى أنا لو حتى في تصريح مثلا مثل مسؤول نفطي مثل خليجي بأن الأسعار الحالية غير مقبولة فإن الأسعار سوف ترتفع 10-15% مباشرة لمجرد التصريح. لكنه متى ما قررت هذه الأوبك، متى ما قررت منظمة الأوبك أن تخفض إنتاجها يعني تحقق استقرار السوق النفطية وارتفاع الأسعار عند مستويات مقبولة، فلا أتوقع أنه سوف يكون هناك يعني عدم رغبة من المنتجين خارج الأوبك بالتعاون مع أوبك، خاصة روسيا. طبعا أمريكا مشكلة لأن الإنتاج الأمريكي من خلال شركات ولا تستطيع أن تحكم فيها الدولة، لكنه في روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط خارج أوبك ممكن أن يتعاونون مع أوبك في حالة وجود. لكن إلى الآن أوبك لم تقرر أو لم تتخذ قرارا. إلى سؤالي المتعلق بالتعاون الروسي السعودي مستقبلا في مجال النفط، وخاصة في عملية تحديد الأسعار. إلى أي مدى يعني نعلم قوة روسيا في إنتاج النفط وقوة السعودية في إنتاج النفط ما دامت منظمة الأوبك لحد الآن لم توافق على أي سياسة واضحة بهذا الشأن؟
فهذه الى الان ليست هذا، متى ما اصبحت اوبك لديها سياسه تستهدف تخفيض حجم انتاجها بحيث انه يعني يتم التخلص من فائض المعروض النفطي، بالسوق النفطيه الان تقريبا حوالي 2 مليون برميل لا اكثر، يعني لو اوبك الان خفضت انتاجها بحدود 2 مليون برميل لارتفعت الاسعار بشكل كبير. عندما تصل هذه القناعه يعني لدى الاوبك، فانا اتوقع لا استبعد ان يكون هناك تعاون بين الاوبك وخاصة بين المملكة وروسيا لمشاركة روسيا في عملية التخفيض، بحيث نعم. انه لا يكون العبء فقط على على نعم. على الاوبك وحده، ولكن جميع منتجي النفط لديهم مصلحة في استقرار الاسعار ومستويات مقبولة للمنتجين. وصلت الفكرة سيد عبد الرحمن السلطان. الدكتور محمد ابراهيم، يعني في الحقيقة ديلي تيليغراف، صحيفة ديلي تيليغراف يعني قالت ان أزمة النفط السعودية تشكل تهديدا وجوديا للمملكة. هل سيدفع هذا الأمر المملكة إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، وإلى أي مدى يمكن في الوقت الحالي أن يتم الاستجابة إلى هذه النداءات؟ يعني هي مضطرة لذلك، يعني ما يزال لديها فرصة يعني لبدء بإصلاحات عميقة يعني وجدية هذه المرة، لأنه المشكلة أن أسعار النفط تتذبذب، يعني ليست هي المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط. السعودية الآن تواجه عدة مشاكل، أولها تراجع أسعار النفط في وقت تخوض فيه أو تقود فيه حرب في اليمن مكلفة للغاية، يعني في الوقت الذي تشتري فيه أسلحة، في العام الماضي اشترت أسلحة بثمانين مليار وجاء ترتيبها رقم ثلاثة في العالم، في الوقت الذي تدفع فيه ما يسمى شيكات الولاء للحلفاء، تدعم فيه حسب ويكليكس، تدعم أيضا فيه مصر السودان بإيداعات بالمليارات، كل هذه الالتزامات. السؤال كيف إضافة إلى الضغوط الداخلية السعودية، لا تنسى أن هناك أن الشباب السعودي يعاني من البطالة، هناك يعني أرقام متضاربة تتراوح بين 30-40%، والمجتمع السعودي ينمو، يعني السعودية كانت قبل في بداية السبعينات 10 ملايين، الآن 30 مليون. كل هذا يتطلب إنفاق كبير مع زيادة الأسعار والخدمات الحكومية. السؤال كيف يمكن للسعودية أن تفي بهذه الإلزامات هذه دون أن تقوم بإصلاحات، بغض النظر عما إذا كان سعر النفط سيرتفع أم سينخفض، لا بديل عن الإصلاحات. يعني التعويل على النفط أنا برأيي ليس فقط من قبل السعودية وإنما من قبل جميع الدول الأخرى التي هو سياسة غبية، وهو أصلا سياسة تذكر بأيام الاستعمار. يعني تصدير المادة الأولية بحد ذاته هو لا يخلق فرص عمل، لا يخلق اقتصاد معرفي، لا يخصد تكنولوجيا، يعني يعلم على الكسل، يقضي على ثقافة العمل. حتى الدول العربية غير النفطية بدأت تعتمد على الدول النفطية و تتراجع فيها ثقافة العمل بسبب دائما الحديث عن أموال النفط أموال النفط أموال النفط بدون نهاية. نعم السيد وليد خضري، سمعت ضيفي هنا في الاستوديو يعني يتحدث على أن الأزمة أو تراجع مستويات النفط وأسعار النفط والذي أثر على الموازنة موازنة السعودية، يقول إنها ستؤثر على السياسات الخارجية وكذلك الداخلية بالنسبة إلى السعودية. نتحدث عن الداخل السعودي، هل يعني برأيك كيف ستؤثر هذا التراجع في الإيرادات على الداخل السعودي؟ يعني لا تدعنا الأوان حقيقة للدول النفطية من ضمن السعودية أن تقوم بعملية إصلاحية اقتصادية، جميع الدول النفطية بدون استثناء، لأن عندنا مشاكل كبيرة في الدول النفطية. يعني بعض الدول مثل العراق لا يستطيع أن يدفع معاشات موظفيه، ليبيا فوضى وغيره وغيره، يعني هاي دول عندها مشاكل، إيران بها مشاكل كبيرة، يعني حتى بعد المقاطعة سيكون لها مشاكل كبرى بإيران. فعدم إصلاح الاقتصاد المحلي في الدول النفطية هو ضربة كبيرة لهذه الدول، ولا أعتقد أنه النفط سيمكن أن ينقل هذه الدول لفترة طويلة كثيرا بدون أن تصلح اقتصادها. أعتقد أنت إلى حد ما انتهى العصر الماضي بحيث نستطيع أن ننفق الأموال بدون حساب وبدون حقيقة إصلاح ونستمر هكذا. أنا أؤيد هذا الكلام، ولكن السؤال هل هي السعودية وحدها ولكن الجميع؟ أنا أعتقد هاي مسألة الجميع ليس فقط السعودية، لأننا نظام واحد في المنطقة رغم كل الخلافات.
ولكن يعني السؤال الذي يطرح نفسه، بما أننا اليوم نتكلم عن السعودية كيعني كدولة خاصة في المنطقة ولها دور كبير، يعني دائما طبعا هي يعني الحقيقة أن تدهور أسعار النفط يمس وآثاره تمس كل دول المعتمدة على هذا القطاع، سواء في العراق سواء في الجزائر أو ليبيا أو في كل المدن في كل الدول الأخرى، ولكن اليوم نتحدث عن السعودية بالضبط. وهنا يعني الكثير من المسؤولين يعني حذروا من إمكانية ظهور بعض الاحتجاجات في السعودية في حال ما إذا تم إعادة النظر مثلا في الأسعار، في أسعار المحروقات، أسعار الكهرباء، وكذلك إعادة النظر في الضرائب. يعني أنت كمراقب اقتصادي هل تتوقع ذلك؟ أنا أتوقع ذلك نعم، تدريجيا نعم، ويجب كل ما نسرع فيه أحسن، لأن تأخرنا في الإصلاح الاقتصادي النفط لن يسحب البلاد. جيد، يعني أنا فقط أردت أن أعقب على في هذه النقطة بسيطة جدا، وهي أن السعودية مهمة جدا في منطقة الخليج، لأنها الحقيقة هي الدولة الأقوى اقتصاديا، يعني تتمتع بأقوى اقتصاد وسكانيا طبعا، والدول الأخرى النفطية العربية تدور في فلكها نسبيا أيضا سياسيا. لذلك عندما تقوم السعودية بإصلاحات ستجر هذه الإصلاحات. الذي يحصل الآن هو العكس، الدول الأخرى الصغيرة تقوم بإصلاحات والاقتصاد السعودي لم يقم بإصلاحات بالمقارنة مع. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل المواطن السعودي قادر على تقبل فكرة الإصلاحات التي تمس حياته اليومية؟ وهنا نعني أسعار النفط، أسعار البنزين، أسعار الكهرباء. السيد عبد الرحمن السلطان. طبعا الحقيقة يعني كما أشرت سابقا، أتمنى أن عملية الإصلاح الاقتصادي لا ترتبط بتراجع أسعار النفط، لأنه طيب احتمال كبير أنه بعد سنة من الآن أسعار النفط ترتفع. هل نتراجع أو نترك عملية الإصلاح الاقتصادي؟ طبعا هذه الإشكالية يجب أن لا تكون مرتبطة بالوضع الحالي، في مثل برامج الدعم الحكومي للمملكة عالية جدا، استهلاك الطاقة بالمملكة الآن يصل إلى حوالي 5 مليون برميل نفط مكافئ، المملكة تستهلك حوالي 40% الآن من إنتاجها من الطاقة محليا. نعم. إذا استمر معدل نمو الاستهلاك الطاقة بالمملكة واحد من أعلى المعدلات بالعالم، حوالي 7.5% سنويا، يعني في حدود عام 2025 أو 27 وفق المعدلات الحالية المملكة سوف تستهلك جميع إنتاجها من مصادر الطاقة. هذا غير مقبول، هذا مصدر الدخل الرئيسي للحكومة. لا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة، نحتاج إلى إصلاح يعني لقطاع الدعم الحكومي وخاصة قطاع دعم الطاقة. وهناك وسائل كثيرة لتخفيف العبء على يعني من خلال ما يسمى بكاش ترانسفر أو التحويل النقدي. أنه ممكن فئات معينة أو شريحة معينة في المجتمع يتم التحويل النقدي لهم لحمايتهم من تأثير ذلك، لكن يجب أن يعني يتم الإصلاح الاقتصادي، ولكن يجب أن يكون في منظور مستقل تماما عن وضع السوق النفطية. لا يجب أن فقط نتكلم عن الإصلاح الآن ثم بعد سنة نترك الإصلاح الاقتصادي، لأن أسعار النفط وصلت إلى 100 دولار. إلى غاية الوصول إلى ذلك دكتور، يعني السعودية في الوقت الحالي في أمس الحاجة من أي وقت مضى إلى قدرات مالية أكبر، مثل ما نعلم يعني لتغطية تكاليف دورها الإقليمي سواء في اليمن، في سوريا، إلى غير ذلك من المناطق. ويعني ألا ترى أن تراجع إمكانياتها المالية ستحد من هذه الطموحات الإقليمية للسعودية؟ أكيد، بكل تأكيد، إذا طالت يعني حقيقة إذا التزاماتها الإقليمية هذه استمرت لفترة طويلة وأسعار النفط بقيت متراجعة في مستويات متدنية، فإن ليس فيكون هناك مشكلة مالية. لكن أعتقد في وفق الظروف الحالية يعني الأدوار الإقليمية تقوم بها حيوية ومصيرية بالنسبة لمستقبل المملكة. هناك يعني تغول إيراني خطير بالمنطقة، ويجب أن يكون هناك من لديه الاستعداد للوقوف في هذا التغول، وبالتالي قامت المملكة بدورها. وقد يكون المفترض أن قامت بهذا الدور بوقت يعني سابق، يعني حتى يكون هناك حد لهذا التغول الإيراني. لكنه إمكانية يعني استمرار المملكة في قيام بدور إقليمي يعتمد هل ستستقر المنطقة إقليميا بحيث أنه لن تكون هناك التزامات ضخمة على المملكة، وأيضا إذا كانت أسعار النفط سوف يعني الأزمة الحالية في السوق النفطية هي ليست أزمة دائمة، وأن أسعار النفط لن تظل يعني متدنية لفترة طويلة، ولكنه يعني متى ما رؤي من جانب دول أوبك أن الأهداف الاقتصادية والسياسية التي تسعى لتحقيقها من خلال الضغط على
السوق النفطية من خلال فيض الإنتاج قد تحققت. نعم. وبالتالي اتفقت هذه الأوبك للعودة مرة أخرى إلى دورها المطلوب منها وهو يعني ضبط يعني حجم المعروض النفطي بالسوق النفطية ثم. نعم. بدأت الأسعار ترتفع في أنه ليس يكون هنا لن يكون هناك إشكالية مالية بالمملكة. جيد أضطر للمقاطعة دكتور يبدو أن لديك يعني بالنسبة للدور السعودي الحقيقة هو تراجع. يعني انظر إلى اليمن لم يعني السعودية الآن تخوض حرب في اليمن من أجل استرجاع دورها السياسي. في سوريا لم تحقق أهدافها، تدعم جماعات معينة وتركيا تدعم جماعات أخرى ودول أخرى إلى آخره. في العراق أيضا السعودية الآن في دور الدفاع عن موقعها، ومع تراجع الإمكانات المالية للسعودية سيضعف هذا الدور. لكن أنا أعتقد أن التحدي الذي يواجه السعودية هو من الداخل. الآن السعودية تخوض حرب لا نعرف حتى الآن أين متى ستنتهي وكيف سترتد عليها، ولاسيما أن خلافة حدودية مع اليمن لاحقا ومن قبل أيضا. وهناك أيضا التطرف، مشكلة التطرف التي والإرهاب أيضا الذي يضرب أيضا أطنابة في المجتمع السعودي. هناك معلومات خطيرة للغاية حول يعني نسبة 40 إلى 50% من الشباب السعودي متشرب بالتطرف والتطرف تابعاً. لنبقى عن يعني في قضية الاقتصاد وكذلك تأثير تأثير السعودية ستكون. نعم. مشغولة بنفسها أكثر من انشغالها في الخارج. نعم. لأن التحديات الداخلية تضغط بشكل متزايد. نعم. أنت تعرف عندما يحصل إرهاب في بلد ما تهرب الاستثمارات حتى الداخلية، لا تجرؤ على الاستثمار، وطبعا تزيد الأعباء الأمنية و يعني يسود جو مسموم للحياة الاقتصادية. وكل هذا طبعا تعاني منه السعودية، حتى الآن تعاني منه بشكل بسيط في الداخل. لكن ماذا بشأن التطرف الذي يعني يهدد بالفعل المجتمع السعودي؟ جيد. السيد وليد خدوري، يعني مثل ما قلنا إن السعودية الآن في أمس الحاجة إلى أموال من أجل دعم مواقفها وكذلك دورها الإقليمي الذي تعاظم في الفترة الأخيرة، في إطار ما تحدثنا عنه عن أسعار النفط، هل يمكن للرياض أن تفي بهذا الدور وأن تنمي دورها في المنطقة؟ يعني أنا أعتقد هذا نعم، الجواب نعم، وأنا أعتقد هذا واجب، لأن المشكلة مو بس التطرف، المشكلة أيضا التدخل الإيراني، التمدد الإيراني في الدول العربية. هذه المشكلة الأساسية وليس قضية بس التطرف الداخلي. طيب يعني في هذه النقطة بالذات هذا يعطي عبء على السعودية، والسعودية جزء أساسي من المنظومة العربية، مثل مثل مصر، مثل قبل سابقا مثل سوريا والعراق سابقا. هناك واجب رغم المشاكل الاقتصادية أو التحدي الاقتصادي القيام بهذا الدور، وإلا لا يبقى استقلال للبلاد. ولكن يعني يجب أن ننظر الموضوع من منظور آخر، ليس فقط من يعني مثلا باليمن. ذكر الله في اليمن التحدي كبير، التحدي أمني. ولكن في ظل هذه الأزمة المالية طبعا، هل تحتاج مثلا السعودية إلى اقتراض من أجل الوفاء بالتزاماتها؟ هل سنشهد مثلا يعني سيناريو كهذا؟ في ظل تحدي أمني نعم. أي دولة أخرى تقوم من نفس الشيء؟ نعم، التحدي أمني لاستقلالها لوضعها أنه تقوم بالدفاع عن نفسها، وهذا اللي حدث. جيد. طبعا أنا يعني أنا أقول من حق السعودية وأي دولة الدفاع عن مصالحها المحلية والإقليمية، لكن أنا أقول أن والأمنية أيضا طبعا، لكن أنا أقول أن السعودية حتى الآن تعتمد في يعني بالتعاون مع حلفائها على دفع شيكات وأموال أكثر من التعاون التقني والمعرفي والاقتصادي. يعني السعودية ليست بلد تتمتع بقاعدة صناعية يعني وعلمية أود إلى آخره. أود أن أترك ضيفي من السعودية سيد عبد الرحمن السلطاني يعقب على هذه النقطة بالذات. تفضل سيد عبد الرحمن السلطان. لم طبعا الحقيقة يعني في مبالغة بالحديث عن مثلا التطرف في المملكة، لا يوجد، عمليات محدودة جدا. يعني في منطقة الآن تحترق من حول المملكة تجد أنه فيه درجة عالية من الأمن والاستقرار بالمملكة ودول الخليج بشكل عام في منطقة تحترق ومشاكل لا حصر لها. لذلك حدوث مثل هذه الحوادث البسيطة حقيقة لا يهم، ولا وحجم التطرف بالنسبة بين الشباب هو محدود جدا. يعني لا نتكلم عن عشرات أو مئات، لا يذكر يعني، لكنه الحقيقة يعني هو تحدث وكذلك تحدث على
تراجع الدور، هو كذلك تحدث على تراجع الدور السعودي اقليميا. لا بالعكس، لا بالعكس، اللي صاير الان بالعكس يعني تفعيل الدور المملكه الاقليمي هو اللي الان اوجد لها اعباء ماليه من الفتره السابقه لم تكن مثلا حتى نكون يعني نشطه في المستقبل. نحن نتحدث على المستقبل القريب طبعا، التدخلات الايرانيه بالمنطقه، المملكه بدات الان خاصه من يعني من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم اصبحت يعني اكثر جراه في الوقوف امام التدخلات والتغول الايراني بالمنطقه، وذلك هذا عبء مالي لكنه لمصلحه المملكه ومصلحه المنطقه العربيه دور مهم جدا وحيوي، ولو لم تقم به المملكه ما قام واحد. يعني لو المملكه انتظرت الى سيطره الحوثيين على اليمن لا لا لوجد يعني حزب الله اخر في اليمن مماثل لما لبنان وسيطره ايران على المنطقه، وحوصرت المملكه من قبل الميليشيات والانظمه التي تدين بالولاء لإيران. الثمن الذي دفع لهذا لتحقق نعم. يعني سؤال ولكن باختصار إذا كان ممكن الإجابة، يعني في ظل الالتزامات الإقليمية للسعودية الآن، هل سنشهد أن السعودية سوف تذهب إلى الاقتراض مستقبلا لتغطية هذه الحاجة؟ طبعا الاقتراض ليست إشكالية، المملكة الحكومة لديها استثمارات خارجية ب 2 تريليون ريال يعني أكثر من 500 مليار دولار. ليس من الحكمة أن تستنزف هذه الاحتياطيات فقط، ولكن ممكن أن يكون التمويل للإنفاق الحكومي من خليط من إصدار سندات محلية بالتالي مثل الآن، ليست حتى بالدولار، كل الذي الآن الخطة سوف تصدر بالريال، يعني جميع مشترينها سوف تكون البنوك والمؤسسات المالية المحلية، لن تكون عبء مالي على المملكة كديون خارجية، ولكن هي دين محلي فقط، والسوق السعودية المحلية المالية مشبعة بالسيولة النقدية. وصلت الفكرة يعني هائلة يعني سوف تستفيد من هذه السندات بتوظيف السيولة التي لديها. دكتور اضطر للمقاطعة لأن يعني لدي دقيقة من الوقت. الدكتور يعني إبراهيم، أنا أقول أن السعودية لا يمكن لها الوفاء بالتزاماتها مستقبلا على ضوء الأزمة التي تعانيها داخليا وماليا، لكن من أجل الحفاظ على مصالح المملكة أو على مصالح العربية لابد للسعودية من تغيير سياساتها والتحالف مع دول مثل مصر وربما سوريا لاحقا من أجل مواجهة الدول الإقليمية الأخرى كتركيا وإيران، وإلا عدا ذلك لا يمكن الحديث عن تحقيق مصالح عربية. السعودية بمفردها لا يمكنها تحقيق المصالح العربية لوحدها. جيد، الدكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك، شكر موصول من الرياض إلى الدكتور عبد الرحمن السلطان الأكاديمي والخبير الاقتصادي، وكذلك أود أن أشكر الدكتور وليد خدوري الخبير النفطي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية مع الحدث لنهار اليوم، إلى اللقاء.